بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور أحمد عويدي العبادي. يعني سنواصل الحديث حقيقة عن ما يخص الأردن، لأنه هذا التاريخ العريق العميق للأردن وللأردنيين أوجد وأفرز ثقافة وهوية تختص بهذا الشعب، لها علاقة بثلاث أبعاد: الزمان والمكان والإنسان، يعني التاريخ والإنسان والأرض. وحتى احنا في كتبي عندما كتبت عن الأردن في العصر الحديث كتبت مثلا عشان الأردن الأرض والإنسان والتاريخ، لأنه هذه عبارة عن مثلث متزاوج متداخل مع بعضه. لأن إذا كان الإنسان ليس له علاقة بالأرض لا يحميها، وإذا كان ما له تاريخ لا يحميها. لكن هذا الموضوع بالنسبة لنا كأردنيين، لنا أرض وأرض تاريخ وعميق. من جملة هذه النتائج حقيقة عدالة البدو. عدالة البدو هو في الأصل كتاب باللغة الإنجليزية بدون جاستس إن جوردن، كتبته أنا رسالة للدكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، وحاز حقيقة على إعجاب الجامعة وإعجاب اللجنة الممتحنة، وترجمته بعدين إلى اللغة العربية وصدر في ثلاث طبعات، والطبعة الرابعة الآن ستصدر إن شاء الله قريبا، لأنه معتمد حتى على مستوى العالم، لأنه في دراسة تحليلية وتعليلية. لأنه أنا منهجي حقيقة هو ليس منهج الوصف ولا منهج السرد، إنما منهج الوصف التحليل التعليل، يعني أعلل الحركة وأعلل الحادث وأحللها. عدالة البدو يعني عدالة البدو الأردنيين، يعني بدون جاستس إن جوردن أو عدالة البدو في الأردن. هذا الكتاب يغطي ثقافة الأردنيين في قضية التقاضي العشائري. أساس التقاضي العشائري على إيش قائم؟ أساس التقاضي العشائري الأردني منذ زمن بعيد، حتى عندما تقرأ القرآن الكريم وتقرأ التوراة تجد أن العدالة هي الأساس في فض الخصومة، والعدالة هي الأساس في حفظ المجتمع، والعدالة هي الأساس في أن الوئام بين الناس وبين يعني مكونات الشعب والأفراد والأسر إلى آخره. فعدالة البدو أو القضاء العشائري عند القضاء البدوي عند العشائر الأردنية والقضاء العشائري عند الأردنيين، يعني أيهما صحيح؟ أي عنوان هي صحيح؟ يتحدث أولا في نبذة تاريخية عن الأردن. نبذة تاريخية بالأردن العصر الحديث، عندما نقول العصر الحديث حقيقة هو يعني من القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والقرن العشرين، هذا هو يعتبر العصر الحديث بالنسبة لنا في هذه الدراسة. وتحدثنا عن المعطيات وكيف أن الأردنيين عندما كان هنالك فراغ أمني وفراغ سياسي وفراغ إداري استطاعوا من خلال عدالتهم في القضاء ومن خلال نظامهم الاجتماعي وتنظيمهم الاجتماعي أن يستمروا وأن يستقروا وأن يبقوا في هذا البلد ويحافظوا عليها، ضمن ما يسمى بالحفاظ على الديرة، لأن كل قبيلة أو كل منطقة كان لها ديرة ويحافظوا عليها، وهي طبعا موروثة من آباء والأجداد منذ زمن الآدوميين والمؤابيين والعمونيين والباشانيين والبلعاميين وأهل بير. يعني هذه أجيال تتعاقب على نفس الأرض، وصارت هذه تسمى الديرة أو يعني مضارب، فيما بعد سموها الواجهة، يعني الإدارة الجديدة سمتها الواجهات العشائرية. فأوجدوا تاريخ هنا واستقروا، ومن ثم بعد ما تحدثنا عن هذا التاريخ والمعطيات والمعطيات التي أدت إلى ما يسمى بقانون إشراف على البدو بدون كنترول لو باللغة الإنجليزية، لكنه حقيقة بالترجمة العربية هو قوانين ضبط البدو وليس الإشراف على البدو، لكن لطفوها عندما ترجموا وقالوا قوانين الإشراف على البدو. وكانت هذه القوانين متفقة إلى حد كبير مع العادات والتقاليد والأعراف في عند العشائر الأردنية بالذات البدوية منها، وكانوا هم حطوا يعني وضعوا أسماء العشائر أساسا بدوية، وصار تغيير عليها من أول قانون صدر سنة 1924 وقانون استئناف العشائر إلى قانون 1936 هو قانون إشراف على البدو، وكان في تغييرات على من هي العشائر التي تعتبر ضمن هذا
الموضوع، وقسموا طبعا الأردن أو البادية الأردنية خلينا نقول إلى ثلاثة أقسام: البادية الجنوبية والبادية الوسطى والبادية الشمالية. طبعا القبيلة الرئيسة في البادية الجنوبية اللي هي الحويطات، ومعهم الحجايا ومعهم النعيمات ومعهم يعني بقية العشائر الأخرى، والعشائر البدو الوسط القبيلة الرئيسية هي بني الصخر، وتقريبا هي الوحيدة في البدو الوسط. والبدو الشمال عدة قبائل كثيرة، حتى بني الصخر اللي كانوا في مناطق الشمال ضموهم إلى بدو الوسط اللي هم بني صخر. يتحدث هذا حقيقة عن التشريع عند العشائر، يعني منين أجى التشريع؟ يعني هذا البدوي الموجود في الخيمة يصدر قرار في عدالة وفي رضا للطرفين، كيف استطاع أن يصل؟ طبعا هذا شيء متوارث عبر الآباء وعبر الأجداد، وكانوا يتعلمون بعضهم هذه الأشياء. والبدوي إذا حفظ شغلة ذهنه صافي وذكي وما عنده المشاكل العصر الحديث التي نعيشها، ويعني التنكيد اللي على أي أردن الآن مثلا 24 ساعة ما كان يلحق للبدوي بعشر سنوات، يعني ما في تنكيد. ناس على كل حال صحيح نوع من أنواع الفقر، بس ليس من الجوع، يعني لأنه الفقر يذل الشعوب والجوع يحركها. يعني إحنا شعبنا ما كان جائع، كان فقير لأنه ما عنده قدرة يستغل ما في باطن الأرض، ولا عنده قدرة يستغل أكثر ما استغل. بعدين جينا على الوظائف في العشيرات، نجد أنه في كل قبيلة فيها أربع وظائف: الوظيفة السياسية اللي شيخ المشايخ والشيوخ، والوظيفة التشريعية اللي هي القضاء. يعني في بعض القبائل عندهم قضاء مشرعين، مثلا بني الصخر عندهم قضاء مشرعين، يعني إذا جاءت قضية يعني ليس لها سابقة يستطيع القاضي أن يشرع ويصدر فيها قرار، وتصبح سابقة تتبع. وكذلك عند الحويطات، وكذلك عند البدو الشمال. وكان حقيقة العشائر الأردنية البقية تتبع في موضوع القضاء العشائري كل على، يعني في الجنوب كانوا أقرب ما يكونوا إلى القضاء، يعني بس بالكره كان يسموهم مناهي، بالكره كمان كان عندهم مدرسة في القضاء العشائري، وكذلك في منطقة عجلون كان عندهم مدرسة في القضاء العشائري. وكل هذه قريبة من بدو الشمال، وهذه قريبة من الحويطات، واللي هون احنا عندنا برضو كان يتبع أكثر شيء لقضاء بني الصخر. يعني عندنا كان ثلاث مدارس في القضاء العشائري: الوسط والجنوب والشمال، والكرك كمان مستقلة، لأن الكرك كمان حاضرة، والكرك هي العاصمة السياسية والتاريخ الأردن منذ عشرات آلاف السنين، يعني مش من 100 و200 و300 سنة. ولذلك كان هذا القضاء. الوظيفة الثالثة اللي هي الوظيفة العسكرية، الوظيفة العسكرية اللي هي لا يمكن يقود القوم للغزو أو للدفاع إلا الرجل الشجاع المقدام الذي يستطيع أن يعني أو أن يضبط جماعته في القيادة، اثنين ينتصر على العدو، ثلاثة يوزع الريع أو نقول نوزع الكسبة عليهم بطريقة صحيحة بحيث يرضي الجميع. ما فيه يأخذ، يعني صحيح أنه يقول لك بعض الناس يأخذ قسمته، بس هو كان عادة يرضي كل من معه. وكانوا هذولا العشائر بينها صراع مع قبائل نجد ومع قبائل فرات ومع قبائل بادية سورية، ولكن استطاعوا أنهم يستمروا. الوظيفة إذا قلنا الوظيفة السياسية والوظيفة القضائية والوظيفة التشريعية والوظيفة الدينية اللي هما أهل البخت. يعني كل قبيلة لازم يكون في عندهم عائلة اسمها أهل البخت. هذول أهل البخت يعني لهم احترامهم، عندما تكون في صلحة يجيبوا بيت أهل البخت وينصبوا للصلحة احتراما له، تهدى النفوس وإلى آخره. فكان هذا المجتمع الأردني مجتمع متمايز، مجتمع متفق مع بعضه، ولذلك استمروا، وكان صراع البقاء من أجل البقاء. والحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.